السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ ان شاء الله النهارده في الفيديو ده هنحل 7 مسألة في بروجكت اويلر، فخليكم معايا. تمام. فالمسألة بتقول لك ايه؟ بتقول لك لو انت جبت الاعداد الاولية اللي هو 2 و3 و5 و7 و11 و13 والكلام ده كله، تمام؟ فالرقم يعني العدد الاولي لترتيبه 6 هو رقم 13، تمام؟ فهو عايز يعرف العدد الاولي اللي ترتيبه 1000 و10000 و1، تمام؟ فالفكرة ايه؟ الفكرة اللي عندنا هنا الأعداد الأولية ملهاش قاعدة عامة، يعني هي مشكلة في كده، يعني إحنا لازم نعمل لوب عشان نعرف نجيب الأعداد الأولية دي، تمام؟ إحنا الحاجة الوحيدة اللي إحنا عارفين الأعداد الأولية دي إن هي ما بتقبلش القسمة على أي عدد، بتقبل القسمة على نفسها والواحد الصحيح بس، تمام؟ طيب فالفكرة إيه؟ أنا قلت ممكن إن أنا يعني أوفر شوية خطوات مثلا ولا حاجة، يعني مش شوية، يعني إيه تقريبا 1000 خطوة، ماشي؟ لو عرفت مثلا العدد ده، فأنا جيت دورت على ويكيبيديا فلقيت إن الرقم العدد الأولي رقم 1000 أو عبارة عن 7919، تمام؟ فقلت خلاص يبقى نوفر شوية خطوات ونكتب إيه الأي بيساوي 1000 و7919، وأنا عايز أوصل ل10001. عارف إن أنا بغش بس يعني إيه، هنشوف دلوقتي وبرضك إن دي برضك يعني مأثرش جامد برضك، تمام؟ طيب بعد كده طبعا إحنا إس برايم دي بتشوف لنا العدد أولي ولا مش أولي، تمام؟ فلو كان بيبقى القسمة على الاتنين بيساوي هنخليه يبقى كده مش أولي، وبعد كده هنبدأ بالتلاتة بقى، نبدأ بالتلاتة وبعد كده كل مرة هنزود اتنين. احنا طبعا اتكلمنا قبل كده عن الأعداد الأولية، كان في مسائل برضك عن الأعداد الأولية حلناها قبل كده في بروجكت أويلر، فاحنا عارفين إن أي عدد في الدنيا عبارة عن حاصل ضرب مجموعة من الأعداد الأولية، تمام؟ طيب فاحنا هنشوف بقى لو هو بيقبل على أي عدد من الأعداد ديت، تمام؟ هنقول له خلاص يبقى ده مش عدد أول، لو ما بيقبلش شيء يبقى خلاص ده عدد اول، تمام؟ طبعا واتكلمنا برضك عن القاعده اللي هو لو انت عايز تجيب المعاملات بتاعت العدد مش لازم تدور من اول رقم 2 لحد العدد، لا انت ممكن تدور لحد الجذر التربيعي بتاع العدد بس، تمام؟ واتكلمنا برضك عن القاعده دي توضحناها قبل كده في الفيديوهات اللي قبل كده، تمام؟ فيا ريت يعني لو انت كنت بتتفرج على الفيديو ده ومش فاهم اي حاجه ترجع للفيديوهات اللي قبل كده او شوفها بالترتيب، هتلاقي ان شاء الله انت بتفهم كل حاجه، تمام؟ تمام. فدي اس برايم ديت هتقول لنا يا اولي ولا مش اولي. طيب وبعد كده هعمل وايل لوب، ماشي؟ لحد ما اوصل للاندكس اللي انا عايزه او القيمه اللي انا عايزها، تمام؟ اللي هي 10001، تمام؟ طبعا احنا عارفين ان الاعداد الاوليه كلها اعداد فرديه، كلها اعداد فرديه، ماشي؟ ما عدا رقم 2 العق الوحيد اللي فيه هو رقم 2 اللي عدد زوجي، تمام؟ فاحنا الفكره ايه؟ الفكرة إن أنا هفضل كل مرة بدل ما كل مرة هفضل أزود واحد، ماشي؟ فعدد الأعداد اللي عندي أفضل كل مرة أزود في واحد، لا أنا هزود اتنين، ما أنا عارف إن هم أعداد فردية، تمام؟ فأنا كل مرة هزود اتنين، ماشي؟ يعني كتسريع للخطوات أكتر، تمام؟ وبعد كده هشوف الرقم اللي عندي ده، لو برايم هزود الأي اللي عندي دي بواحد، تمام؟ لو مش برايم خلاص هفضل أكمل وأزود بس الإن دي، تمام؟ تمام. فطبعا بقى يعني مثلا إيه لما يخش بالرقم ده، تمام؟ هيبقى الاندكس بتاعه 1000، اقل من 10001، تمام؟ فيجي يزود بقى عشان يجيب الرقم البرايم اللي عنده، ماشي؟ فيزود على الرقم دي 2، تمام؟ ويشوف لو لقى ان هو رقم اولي فيزود الاندكس، يبقى الرقم ده هو الاولي اللي لقاه، ده عباره عن 1001، ويفضل شغال هكذا بقى لحد ما يوصل لرقم 10001، تمام؟ فتعالى كده نشوف الرقم ده، اهو هو الرقم ده، تعالى كده نتاكد. تمام الحمد لله الحل اللي طلع صح، تمام. طيب الفكره بقى ايه؟ لو احنا عايزين بلاش غش والكلام ده كله، فتعالى يا سيدي نجرب من اول رقم 3، ماشي؟ اهو رقم 3، طبعا احنا عارفين ان هو تاني عدد اولي، تاني عدد اولي هو رقم 3، فهنجرب كده فيبقى الاندكس بتاعه او ترتيبه رقم 2، وهو والرقم ذات نفسه هو قيمته ب3، تمام. طيب تعالى كده نجرب، تقريبا نفس الوقت، ما خدش حاجه والله، يعني نفس الوقت بالظبط، تمام؟ فهو العملية سريعة، يعني هو في ثانية كده، تمام؟ ويعني السبب برضك إن إحنا كل مرة بنزود اتنين هنا، وكمان حتى هنا بنزود اتنين كمان، الكلام ده كله، تمام؟ تعالى بقى أقول لك حتة خطر كده لو أنت عملتها ممكن إيه؟ يعني تخليك عمره ما هيجيب عدد أول. الفكرة هنا لو أنت جيت طبقتها، قلت طب ليه ما أبدأش مثلا من رقم اتنين؟ مش رقم اتنين ده أول عدد أولي؟ صح، عندك حق. لو إحنا جينا بدأنا من رقم اتنين هيحصل لك مشكلة، عمره ما هيجيب عدد أول، عمره استحالة يجيب عدد أول. طب ليه؟ أقول لك، يعني الفكرة هنا في الكود بتاعنا، الكود هنا
كل مرة احنا هنا بنزود 2، وبالتالي انت لما تدخل له الرقم هنا هو رقم 2 عدد اولي، ايوه تمام. فبعد كده هيخش هنا يزود على الرقم 2 ده 2 كمان، فيبقى 4 تمام. او الرقم 4 عدد اولي، لا مش اولي، فبعد كده يزود 2 كمان يبقى 6، يزود 2 كمان يبقى 8 10 12، ويفضل شغال كده. كل دولت هيبقوا اعداد زوجية، واحنا قلنا العدد الاولي عدد فردي ما عدا رقم 2، فاستحاله استحاله من ربيع المستحيلات ان هو يوصل لعدد اول بالطريقه اللي احنا كاتبين بها الكود دي. فعندك حل من اتنين، يا اما تبدا من الاعداد الاوليه من اول رقم 3 تمام وزي الفل قوي تمام ما فيش اي مشكله، او تبدا من هنا، او تخلي الخطوه اللي هنا بيمشيها بواحد، خلي الخطوه اللي بيمشيها هنا بواحد. هيبقى طبعا الخطوات هتبقى هيبقى ابطا في البحث، بس يعني ايه اللي انت حابه بقى تمام. بس فطلع نفس الخطوه، طلع نفس القيمه تمام. انما لو احنا جينا حطينا رقم 2 اهو، تعالى كده شوف، يعني شوف الدايره الخضراء دي بتقول لك ان هو شغال قاعد بيحسب تمام، مفيش ما بيعملش حاجه بجد تمام. ف هيهنج الجهاز تمام، فانا وقفته بقى، انا وقفته عشان ما يهنجش الجهاز مني، فهو استحاله هيوصل لعدد اولي بالقيمه دي تمام. بس فدي يعني ايه حاجه انا كنت عايز اقولها لك بس كده يعني، فخلي بالك منها تمام. فخلينا بقى حياديين ونعمل ديه تمام، خلينا من اول 2 لحد 3 وهيديك الرقم ان شاء الله تمام. بس فهو ده حل المساله، يا رب يكون عجبكم واستفدتوا منه. يا ريت لو لسه ما شاركتش معانا في القناه تنزل تحت وتعمل اشتراك وتفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وتشاركه مع اصحابك. واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. يلا سلام عليكم.